السياسة. تتذكرون أنه حدث أمر هام في ذاك اليوم وتلك الليلة؟ كان الليل حالكا والظلام طويلا وشديدا، ولكن بدأ النور يشع في الأرض. ولكن يبدو أن النور لم يكن مشعا جدا ولا واضحا وقويا لينير الغرف المظلمة وليوضح الصورة بشكل جلي، فكانت كل الخطابات والكلمات موجهة للخارج، خاصة لأن معركة الداخل محسومة أصلا لفايت الرئيس، ليس لنجاحاته وإنجازاته وبعد النظر متاعه، بل لأنه خصوم مكروهين منبوذين أصلا فلا منافس له. حتى دوت تحت بين الدنيا ولا قيس سعيد كما شخصية كما قيس سعيد كاننا نخرج اليوم ونقول راني بعت مساحة ولا يلقاو هما شخصية ينجموا يسوقونا وينجموا يغلقوا بها توينزا توا في نهارين فقط قيس سعيد عنده فقط بقى لغالب مدام عبير هذاك الواقع ولا بديل له في الوقت الحالي إلا السيناريو اللي خايف منه زهير المغزاوي. الفشل لو يتواصل هذا الريتم اللي ماشي به رئيس الجمهورية من البطء من عدم الاهتمام بالملف الاجتماعي أي. تحل على زهير هذا باش يهز ما نحبش نخوف لا 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 تخوف ما تخوفش الناس سألتك سؤال شوف نسى تجاوب كما تحب سيادتك أنا نقول لك شنو البلاد هذه عندها زوج حلول يا ما ينجح المسار تاع 25 جويلية ما نجحش سيدي ما نجحش المسار تاع 25 جويلية ينجم يصير حتى انقلاب حقيقي في البلاد لا منافس ولا بديل فمنذ 2011 والنهضة وذبابها الأزرق شوه كل السياسيين ورذلوا الحياة السياسية قال هاك المرة هشام العجبوني ما ثماش وهذا بشهادة كل من خرج عن السرب هاجموهم الصفحات متاعهم هي اللي رذلت المشهد السياسي ولأنه السياسيين أنفسهم الحق ما قصروش في إظهار فشلهم محدودية إمكانياتهم وأفكارهم وبرامجهم أن وجدت بالطبيعة وحتى آخر منافس السياسي فشل روحه في الانتخابات بسبب الشبهات اللي عليه اللي كانت هي ولا أطراف أخرى راسجنه خلال الحملة الانتخابية تذكروا أكيد أو ربما الاثنين أي الشبهات والوقوف وراء عملية إيقافه حرموه حرموا سعياض من رؤيته رئيس رجل عظيم ورجل ممتاز تونس كان هو رئيس الجمهورية حالنا يكون أحسن طبعا أحسن بكثير أحسن رأي البلاء راو الدولاب داير ولو لبس علينا وراو فما حريات وراو ما فماش كل يوم هو يجيب لنا في الخطاب القراوسطي متاع زقفونا ومتاع رسالة الغفران ومتاع راو خطابنا كيفاش كان ونهار كله هو يصلي في جامع الزيتونة وفي المنيل وفي الحامة يا سعياض جاوب الزميل قال لك راو خطابنا كيفاش كان خليك انت في الغزل مع سي نبيل سعياض تو نجاوب وين راهو وضعنا توا مش سكسي وكان سي نبيل فشل باش يولي رئيس فانه راشد الغنوش ينجح باش يولي رئيس برلمان اما رئيس برلمان فاشل باش يكتب اسمه في كتاب جينيس لأفشل وأجهل رئيس برلمان في العالم على كل فإنه هو في عيني سعياض حاجة أخرى راهو المجلس مطالب بالاعتذار رئاسة المجلس مطالبة بالاعتذار أباي يعتذر جملة من شكون؟ من جملة الأشياء يعتذر اللي هو صوت القيس سعيد ويعتذر اللي هو معزلوش في وقته هاو على شنو يعتذر؟ أي هكا نفهمك باي وتوا كيفية باش تعزلوه سي قيس؟ اليوم أنا ما نعتقدش أنه ممكن لا مش ممكن ممكن أما راهو نصوم وروتار ديون بتاي اليوم أنا أقولك جوزته الأحداث الموضوع هذا اليوم وقع ونزل اليوم فم وضعية على الأرض فيها وأنه سي قيس سعيد خذ السلطة وأصبح له مريدين واستهلكنا الزمن اليوم مش هو غلط أنا زيد نغلط معاه معناها توا في الداخل عنا رئيس بلا منافس بلا بديل وممكن عزله أما مش ممكن من أجل مصلحة العامة هكا قالوا ومنهم محمد عبو وقع سقوط نظام قيس سعيد نتوقع ولا تمناه تعرف ليش تمناه مش مجمع ولا تتمناه لا تمناه وش قلك علاش أنا راه من الجاهزين توا الانتخابات الرئاسية وتقلبات وخاصة لدفع البلاد المعركة من قبيل رئيس خارج الدستور لازم نحيوه خاطر الحقيقة راهو في ظروف أخرى قلت لك نقول لك أنا لازم يتحاكم مباشرة في ظروف أخرى نحن في ظروف وعشر سنين هكا أنا شخصيا ساعتين مع الناس رانا يومين في إدارة الرداء اللي ما يحبش يدير الرداء يبعد سياسة كل كتمو يشد خدمة على روحه يعني كمش لخص وفي غياب خصم حقيقي يعني مع عدا الظروف الاجتماعية والاقتصادية فإنه لما وجود خصم عنده وزن لا منافس ولا بديل وضعية الرئيس ووضعه الحالي في البلاد تحسه مضمون وما يقلقوا حتى شيء وما يهدوا شيء حاجة واحدة شو من يهدد هو يهدد في روحه قيس سعيد يهدد في روحه خارجيا حاجة أخرى لأنه مواقف الدول مبنية على العقلانية والمصالح مش على العاطفية وعلى السرحانيات الله يرحم والديك يرتاح من المناظر هذوما من الأشكال هذوما وذاك علاش كان الرئيس مهتم ومركز على توجيه رسائل للخارج أو للرد على تحركات معارضيه واللوبيات متاعهم وثانيا لتوضيح مواقفه ونواياه بعد 25 طبعا مانيش نحكي على هذه مرة تحولتك لبعض المؤسسات لأمك صنفها هم يصنفوا فينا القاعدين ولا على هذه أنت عاقل
اسمع الكلام، اسمع الكلام واسمعني انت زاد عيب. نحكي للمكالمات واللقاءات اللي هو يهبط بيان في حاجه والدول الاخرى تهبط نقيضها، المهم انه كان يتوجه للعالم ويسمع العالم كله، وليسمع العالم كله، وانتسمع كل الدول. واحنا مشي في بين العالم يسمع فينا يا اخي، طلع العالم وحشمت قدام العالم الكل وحشمت قدام التوانسه، واحنا جد علينا باش يحارب الفساد يا اخي، ظهر الفساد راك ما تعمل في شيء، وحتى الكلام اللي دخلت بيه من الاول بقاوم في الفساد والفساد ضدك، تتو حتى اللي ماهوش فساد ضدك والفساد شيخين عليك، ما لقيت على حد شيء في الاخ، وحشمت قدام العالم الكل. يا عالم مش وقته يا جو شيخ علينا العالم، استناوا البناء القاعدي والابداع التونسي تطروا شي يصير فيكم. ولكن صبرا جميلا يا تويسا، لانه كما قالوا صديقاسي يوسف وستأتي اللحظة.